الدار نتاعي في البرنامج في وقت التحضير نتاع سينسون بولعيد ما هوش مقرر باش يدير في الدار نتاعي، هو مقرر باش يدير في واحد الدار يقول له نتاع واحد مناضل يقول له بالعوانة في بلاصة يقول لها في غزة بجانب جبل الشمول. وعلاش اختار في النصام بولعيد هذيك الدار؟ كان في مكان محصن يشبل، يقول لك لو كان حنا تمشي فيه عايفيق الاستعمار يجي مثلا تم يرجع يكون سلاح يكون اطارات كذا، احنا من ثم هذاك هو جبل من ثم التوى، يعني نظرا هو يقول لك للمستقبل كاش ما يحدث. وكانت في النصام بولعيد اخضع احتياطها، ولكن هذاك المناضل من بعد شي مصاب بالعيد ما راح باش يجيب موعد ولا عنده اتصال بصحابه مثلا على مستوى وطني، مشى للزعير وجمع كل واحد مكلفه مشى الجهه، والمحدث كان خلاني لهنا مسؤول تاع الاخبار والاتصال بلغ لي الخبر من عند سي طاهر بن وجد، هو مسؤول القسمه تاع جهه بوعري، يعني فيما يخص التنظيم السياسي للتحضير في ذاك الوقت اللي صورة. بعثني رسالة، بعثنا رسالة قال بن شيبة راهو المناضل اللي قرر سي المصطفى باش يديروا اجتماع عنده، أنا رفض، قال ما نقبلش، أنا راني موجود باش تكون عندي، ما نقبلش، خذوا موقفوا، الوقت راهي خطيرة وقريبة. واش ندير أنا؟ خذيت موقف وشفت المناضلين، هذا تاع الشيعي بن شيبة علي بن بوبية بن شيبة بالقاسم والمحدث في ربعة، كنا باش نطرنا قلنا نديروها في دار هذيك مقطع الواد هذاك، جات الدار فيه زوج بياسات ومقابلة طريق والعمارة ما فيهاش، والناس يتلموا هنا لازم الماكلة لازم كذا، حملة هي واش المكان اللي يناسب لي مليح، قلنا نديروها في ديار تاعنا. وعلاش جات؟ بسبب يعني مناسبة للاجتماع، احنا في فاميلة كبيرة وتجار بزاف، وعلاش قلنا نديروها هنا؟ علاش تهز الغاشي، والغاشي يعني الاحتياطات على حساب التعليمات تاع سيونس، يقول لك يدخل واحد ما يخرجش الى ما نسرح له انا، واحد اذا دخل ما يخرجش انا اللي نسرح له، ما لا يلزم يبقى، ما نعرف احنا في ذاك الوقت ما عرفناش ليفت اول وفابر، ما عرفناش وقتها، وانما الاجتماع قال تبداو وقت الفلاني نلقاوكم موجودين، ما لا وقت اللي قلنا لهنا تناسب، عندك كاين اخويا يقولوا بن شيبة عبد الله هو اللي يصيف لهنا وحده بدار وحده وديار كل فلان، قلنا ديروها هنا. والبشره كاينه عامره بصح يعني ماهوش عمران كبير، الناس الكل تطلع الجبل اللي يخليو غير عسات كذا هكا كذا لهنا، ما لها اخترنا درناها في دارنا. 27 28 اكتوبر هكا بدات الناس توصل، مده ثلاث ايام هو الغاشي هنا دير ونهار، كان اللي يدخل مثلا كي يخرج او العاشي المصفى مكلفو بالمهمه نتاعو. طبيعة الحال سي المصطفى بولعيد كيكلف الجماعة، أنا ما نجمش نقول لك نعلم كل فلان وين مكلفه وين موجهه ولا كذا، كل واحد عنده مسؤولية نتاعو محدودة. مثلا شفيت كيما واحد يقول له عبد الوهاب عثمان عبد الوهاب أو مازال محامي أو في وهران، جاب الجروب نتاعو بات ليلة وغدوة هذاك مشى عطالو ستاتية واحدة، قالو علاش أسي المصطفى كيفاش ما عنديش راجل؟ قالو نتا بكلك سلاح، الجهة تاعك مشعب عنده سلاح، دبر راسك، هاو نعطيك ستاتية ودبر راسك. أمشى مع المغرب، أمشى بات ليلة ومشى، جا عباس الغرود اتصل الصباح في النهار، احنا بعثنا له راح في يدي دالو السلاح وذهب ما اتصلش بيه، وتلقاو في الطريق ما تلقاوش حال حق حتى لهنا، ومن بعد مشى معاه في من هنا اداه الخنشله ولا الحمام النواحي تاع الخنشله، هو شاف النهار. كاين سي مرحم الله الحوالي جاو جماعه من تكوت، جا طاهر الويشي، وكان قبل سابقا طاهر الويشي خرجنا السلاح من الدار هذاك تاع الحجاج هذاك من عند الدار تاع الاخضر بعزي الاخضر، كاين السلاح هذاك شراه سي المصطفى بعيد في حوالي سنة 48 وهو مخبي في مطمورة، كي جبدناه وين كان السلاح شوية على بالك مغموم بالتبن والهوا ما كان شوية موكول حكم فيه الصداد،
من ثم جبت انا سلاح القسمان تاع جماعه تاع تكوت تاع مصفى بوستا، خملت ثلث بغلات من ثم وجبتها من الدار تاعي لهنا باش يبعث من هي يبعثوا اتصال باش يديوا السلاح ما لحقوش. بعدي ما لحقوش قال لي سي المصفى كيفاش، قلت له ما جاوش، قال دبر راسي عندي مناضلين، واحد يقول له فروجي مبارك هاي الدار نتاعو، واحد يقول له بوك عدم مسعود، مناضلين يعني صحاح وعندهم البغال، جابوا ثلث بغلات، جابوا ثلث بغلات نتاعهم وجاو لهنا وعطيتهم وين يبلغوه كذا يعرفوا مكان ما يعرفوش. قال لي سي مصطفى كيفاش، قلت له 50% يلحقوها على المكان 50% ما يلحقوش، وانا عندي شغال لهنا كذا، قال لي نحي 50% اللي لا تمشي تبلغوا غدوة. هذا الحوش هذا خاص للنساء اللي طبخوا مثلا الإطارة تاع الصورة، أنا ذاك من 7 أكتوبر 27 أكتوبر إلى 1 نوفمبر النساء هنا يطبخوا هما طبيخ برك، هما حاجة الماء أحلى اللي نسقيو في الليل على البغال في الكرابة. وعلاش حبينا نحتفظوا بالسر، قلنا لو كان يروحوا النساء والنساء وين كان قلال ما ينجموش يسقيوا ويطبخوا ويديروا كذا، نقصنا عليهم من جهه واحتياطات من جهه اخرى، يدوروا في الليل احنا نجيبوا لهم الماء وكل شيء في الليل نجيبوا لهم لهنا، هما يطبخوا في هذا الحوش هذا في هذه البياسات حد الله فينا ثلاثه، وهذا بيت صغيره شويه، هذه كاين فيها حوايج مثلا حاجات مثلا اذا كان كاين اللحم ولا حاجات هكا يحب يقول الصوف تاع المكلة. فالدار هذه صغيرة لمن هذا تاع نساء ما يدخلوا إلا الناس اللي باش يديوا المكلة المناظري. أنا ذاك العسى تاع الناس اللي باش يجيوا الناس على غفلة باش يطلوا على خويا ولا كذا في الندر هذا الفوق، والعسى تاع هنا الحوش لهنا اللي يدخل ما يخرج هنا في فم الباب. والإطارات على كل حال كاين مثلا النظام يعني، وكل جماعة اللي يجيو من تكوت ولا تجي من نوغيسن ولا تجي من خنقة سيدي ناجي، وش خنقة سيدي ناجي حين قالوا بوت في أحمد، اللي يجيو من خنشلة، اللي يجيو مثلا من من عين بقصر، يجيو مثلا من تيفلفال، من بسكرة، من التوتة، أكل كيجيو اتصال معروفين وين اتصال يلاقيهم هذيك الساعة يلحق قبل ما يلحقوا لهنا، يجي الخبر سي المصفى يقول له جيبوه هنا ولا نلاقيه، اللي هي في ديار بعزي الأخضر، وإلا هنا في ديار منا نتاع خويا يقول له بن شيبة إبراهيم، وإلا يقول له يدخل مع الإطارات، يجي يدخل اللي يدخل أو يدخل يبقى حتى يعطيه أمر سي المصفى يخرج، حال اللي ما دخلش يستقبلوا في طريق من هي يعطيه أمر ما نعرفش واش يعطيه أمر. كان السلاح اللي قعد في هذا البلاصه في الدار هذا عالي في الشوكه على واحد فيه، في الشوكه هذه اذا كان عبد تتكلم في الشوكه هذه السلاح محطوط هكا في الشوكه هذه، وكاين السلاح كاين السلاح في البلاصه هذا والكرتوش هنا من البليه هذه اللي هنا، والماكلة ها هو الباب اللي تخرج الماكلة اللي قلت لكم بين عليها، ها هو الباب اللي تخرج الماكلة، والسلاح كان من الكرتوش كاين هنا، والكرتوش الكبير الأكثرية وكل في الدار هذه في الوسط يمشينا خلينا عرامة تاع كرتوش، والسلاح هذاك اللي مصدد الليرشا والفوشي كان كل استغناو عليه في ذاك الوقت مناظرين، باقي هنا وباقي في الدار هذه كبيرة معرم قاعدة لهنا من بعد أول نوفمبر 15 يوم هو معرم لها واستعمار ساتر رب العالمين، لا مشات بيعة ولا جا حتى نرجعت من وسوم من جبل لهنا وخرجت في هذا البلاصة،
وكان واحد براسه هذا احنا نقولوا كراج ذاك احنا نقولوا حاشاك مكان تاع الدبون في هذا براسه هذا عادي يجمع عاد احنا وكل شيء وساعة ساعة معناها كيكون المينات ولا كذا هنا يتخذوا الدروس تاع في هذا الوحدة احنا تبدا جموع مثلا عشرة من الناس مثلا اللي هنا وتلقى في الدار هذاك وين كان السلاح والدار هاني وهاني عشرة من الناس مدوا لنا السلاح وقالوا اوقفوا ليه ما تخرجوش ما خرجناش بقينا تما نعدلوا في سلاحنا وكلش عيط سي مصطفى لسي علي عزوي بالاخضر وعيط الاخضر بالاخضر وصيفي ومحمد الصغير عزوي قال له انت سي علي مسؤول الفوج والنايب نتاعك الاخضر بالاخضر والقيد نتاعكم محمد عزوي محمد الصغير عزوي وجملنا قال الكلمه هضر معاهم ما سمعناش هضر معاهم الاتجاه اللي رايحين نروحوا ليه وذيك الساعه ولا لينا احنا قال نعطي لكم الكلمه نتاع السر اللي تكون اللي بين جيش التحرير هي خالد عقبه الاول يقول خالد والثاني يجاوبه يقول له عقبه الا ما قالوش عقبه راه يضربه في ذاك الوقت لازم تكتشف الجبال مثلا كاينش اماكن اللي محصنه ربما يكون عندنا مريض ربما يكون عندنا سلاح ربما يكون عندنا المونة كذا كان عين سي المصطفى الناس خاصين بيقول له شنو تولي تكتشف الامور من بعد هذا يعني نختصر باش ما يطولش الكلام ولا كذا في ذاك الوقت يقربهم هكا هادوك الدروس وعلى بالك درنا لهم ديسبلين يعني تعطى يعني شكون اللي ينجم يحترم الوقت شكون اللي ما احترم مثلا طايع المسؤول تاعو كيما يحب يقول له يدير كذا في الليل نديرو مثلا كيما كانه درنا صوره حرب عصابات كيفاش تركل على اخوك كيفاش دير ربا كيفاش كذا هذا دروس في 3 شهور قبل اول سبتمبر من بعد اول نوفمبر ولا سبتمبر اول سبتمبر يعني نقول لك 3 شهور تاع تاع التدريب راهي وقعت قبل اول شيء جويليا اوت هذو اللي درنا فيهم سطاج تاع التدريب يعني كل مسؤول وعندنا رقابه ما نجمش شكون يجي ساعة يجي على الوقت يقول لك الساعة الفلانية مينوت الفلاني يشوف يا هل ترى موجودين ولا ماهوش موجودين ومن بعد هذوك يجيو مثلا يتفرقوا يقول لك جروب هذاك يجي من عينها شكون اللي يكتشف خوه قبل خوه كذا إلى آخره ومن بعد يعطيو لهم دروسات هذا نتاع الطاعة هذا مثلا موقف أمام البوليس لو كان يلقى عليه القبض البوليس كيفاش يقابلوا يعني كيفاش يمثلوا يقول له يعني هاوي يديرك الحلة هاوي يطمعك هاوي يديرك القوة يقولك الحيلة يكون تحضر الذكاء تاعك تكون أكثر من المخابرات تاع الاستعمار كان في ذاك الوقت النظام عطى أمر مناظرين يحضروا السلاح تاعهم ولباس من كل ما يزن والشعب نفسه ولا عاد كيشوف الناس تشري عاد يشري فلا ما يشعر لواش يصلح الشعب نفسه يشري يشري تاتا من باطوكا يشري مثلا لباس كاكي يشري مثلا موزيطا يشري كاي يشوف الناس كيف يشري وكان الناس صحاب المرشي يعني ما نجمش نقول كالي يعني انا نقول يعني قلت انا اذا ربما تعليمات مع سي المصطفى وش نقول لك هذه سي المصطفى ولا كذا لا يعني قلت اذا ربما هو اللي قالوا نحتاجوا بحاجه الفولية انا نجيبوا بيعوا باش الشعب مناضلين يعني باش ما يكونش امر خاص ويكون يعني مقصوده يا اصحاب المرشي عاد يجيبوا الحوايج الشيء اللي يجيبوا للسوق ما يربحوش يبيعوا عاد الناس محسوب الشعب كان اللي حضر نفسه بلا ما يشعر واش يحضر كيشوف مثلا ولاد نوكو انا مثلا شريت موسيقى شريت هذه كل شيء والاخر يتمدى يشري كيف انا يعني في ذاك الوقت كانوا لهنا واش يشتي ويشتي ويجي شرع كيما يحب يقول يكون حتى مناسبة عز ولا مناسبة هكا عيد ولا مناسبة من المناسبات ويخرجوا لهنا يديروا شرع الشرع يديروا على عين ظهر يضربوا بالسلاح تاع الامريكي يضربوا بالاخماسي يضربوا بالسكاكية اخي هذه سقريب هنا كان مرة من هنا نخرجوا من فشال بلاصة لهنا ويضل الخماسي للذكرى هذا كيعيط طق طق لهنا بالقراط ويديروا لي شارع هنا الاستعمار كان ريح هو علاش؟ كان في ذاك الوقت الاستعمار علاش وشنو هو؟ كان كي يكون العرس احنا عندنا الطبيعة لهنا واحد يجيب العروس
عيكي روح صحاب العروس يعيط الحباب وكل شي بالسلاح وكل شي ما لازم، ويكون اخرين يسبقولو يقول لك نحيولو العروسة يعني هكا، ويسبقو على بالك حتى يجيبو على الدواب يخملو بالثلاثة تاع الدواب تاع كرتوش هادوك من جهة صحاب العروس، وهادوك يغبو يعني يطفو موش يطفو يطفو هكاك على راسي، يعني شكون اللي يفرغلو السلع يعني الكرتوش اللي يسون اللون، والاخر يبقى يضرب ونحيلو العروس ما عار عليه، واذا كان الاخر اللي يفرغلو الاخر من على العروس يسمع عنده كلفة ملا الاستعمار. جا واحد الوقت حاكم بنفسه لقى العروسة والضرب الخماس والضرب يضرب هو يتفرغ، وكان الاستعمار الناس اللي كانوا يضربوا هكا السلاح ويضربوا هذيك يا الناس او مازالوا لاقين، وخلاو محسوب في ذاك الوقت اللي تحكم واحد عنده خماسي ولا ستاكي كذا ما كانش عقاب شديد ولا عقاب كبير، عقاب بسيط يعني يحب يقول باش يفرغوا اللي كاينه. بصح النظام من بعد اعطى امر مناظرين ممنوع تضرب كرتوش، ممنوع هذا الكيفيات، بقى غير صحاب اللي راكبين الحياه ما عندهمش خبر ولا عوال تاع الاستعمار، وهذا هو اللي ساعدت الظروف تاع الثورة.